اهلا اصلا، مرحبا بكم ولاد. اليوم باش نعملو ولا باش نحكيو على اليوزرز، لي جيستيون دي زوتيزاتور. باش نحكيو على اليوزرز وباش نحكيو على اللوجي. واضح؟ باش نشوفو شويه البرميشنز وال بريفيليج. قبل ما نشوفو كيفاش تطبق على الاس كيو ال سيرفر، باش ناخذ فكرة عامة، باش ناخذ فكرة عامة. باهي بالنسبة للكرياسيون، باهي خلينا نقراو ساعة. دونك قالنا توز اكسي على باز دو دوني سيفيكتو بار لانترميديير دو لا نوسيون دوتيليزاتور، بار اكزومبل كونت اوراكل. مي احنا تو باش نحكيو على نفس الشيء. احنا تو باش نعملو بون، شوفوا تيوريك مون كا هو مش باش نبراتيكي، جوست شوف شوفوا كيفاش تصير على الاس كيو ال سيرفر مش على الاوراكل. مي هي نفس البرانسيب، ما نفس الكل. دونك شو فيه اليوتيزاتور هذا؟ عنده نو اليوتيزاتور، وعنده باسورد وات باس، وعنده اونسومبل دي بريفيليج. ما بريفيليج كل الحقوق، معناتها اسكو هو ينجم مثلا يعمل انسيرت، يعمل بار اكزومبل سيلكت، معناتها نجم يعمل كان افيشاج، نجم يكري، نجم يديليتي، نجم يعمل ابديت، نجم يبدل. كل اوتيزاتور كيفاش، فما اوتيزاتورات عندهم الحق بار اكزومبل جوست مثلا يشوفوا اكهو، جوست عندهم الحق باش يعملوا افيشاج اكهو. وفما اوتيزاتورات مثلا نجموا يبدلوا، نجموا يفسخوا كيما الادمين بار اكزومبل. باه مش مشكل. باه بشوفوا كيفاش تتم حكاية العملية دي، كيفاش تتم حكاية الكرياسيون. وكما قلت لك راهي مع معناتها يتبدل هذاك صغير وكوا ما نفس البرانسيب. واضح؟ طب شوف اون جينيرال بعد نشوفوا الاس كيو ال سيرفر. باه الكرياسيون، نعمل كرييت يوزر، نسميه اليوتيزاتور، ايدنتيفايد باي، تحط باسورد كيف كيف نفس الشيء. هنا عندنا اكزومبل. موديفيكاسيون، طب بار اكزومبل تحب تموديفي الباسورد بتاعك، دونك نعملو التر يوزر، تحط اليوتيزاتور، اسم اليوتيزاتور ايدنتيفايد باي، وتحط النوفو الباس بتاعك. باه تحب تفسخ اليوتيزاتور، نعملو دروب يوزر، تحط تحط اسم تاع اليوتيزاتور، وبعد كاسكاد. علاش؟ على خاطر ريت كشيماك اللي وراه كل تابع اليوتيزاتور، كل كي الكل كي ذاك باش اللي تصنعوا كل كي باش يتفسخوا اوتوماتيكمون. باه نحبوا بار اكزومبل نعطيو في الانتو باش نحكيو على البريفيليج، بار اكزومبل جراند سيلكت، جراند ديليت، جراند دروب. طب شوفوا حكايه الكونكت بار اكزومبل، ناخذ اكزامبل نعملو جراند كونكت تو اس تو اليوزر اللي حاجتنا بيه، ديفونت باي ادمي. واضحة؟ ديفونت ايدنتيفايد باي ادمي. باه باه البريفيليج شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها سيلكت، نلقى فيها insert، نلقى فيها update، delete، alter، index، dba، all. باه نعملو grant on table اللي حشتنا بيه to utilizator ولا public. public راه تمشي مع نفس كل كي. واضحة؟ باه باش نفسخو ال privilege، دونك نعملو revoke، نعملو ريفوك، ريفوك بريفيليج بار اكزومبل ما نعرفش التر ولا ديليت اون تابل حاجتنا بي فروم بار اكزومبل فروم اليوتيزاتور اللي باش نحيلو منه البريفيليج نتاعو. دونك هذا ترانسميسيون، وهذه كيفاش نعملو الكرياسيون نتاع البريفيليج. دونك كيما قلنا جراند كونكت تو كذا كذا ايدنتيفاي باي ادمي. البوت باس معناها. باهي تو باش نشوفو حكاية الاس كيو ال سيرفر.
باش نشوفو في التوتوريال هذا باش نشوفو how to create a login, how to create a user, how to create using SQL Server Management Studio, the SSMS, بالTSQL, بتشوفوا assigning permission to a user, assign permission using SSMS, و grant permission using TSQL. باه. ديجا احنا توا تحللنا الداتابيز نتاعنا. في security فما login. باش تعمل login جديدة تعمل تكليك على اليمين. وتحط نيو لوجي تحط نيو لوجي تحط الوات باس ولا حاجة اوتنتيفيكاسيون بتاعك تسمي اسمك تعمل اوكي مش تصنعه ديجا هذه اللي شفناها هذه معناتها بالتي اس كيو ال هذه بالكوموند واضحه هذه كما نقولوا احنا مانيوال وهذه بالجرافيك هذه بالانترفاس وهذه بالكوموند معناتها هذا هو بيدو هذا جوست هذا كيفاش تعمل معناتها معناتها مانيوال وهذا كيفاش تعمل بالجرافيك دونك نفس الشيء كرييت لوجين تسمي اسم كويز باسورد ايجال كذا كذا هذه بالنسبه اليوزر دونك احنا توا صنعنا لوجين هذه بالنسبه للوجين لوجينه وهذه بالنسبه لليوزر اليوزر نفس الشيء تمشي سيكيورتي اليوزرز واضحه بكري سيكيورتي لوجينز وعندنا سيكيورتي يوزرز دونك نعمل نيو يوزر يوزر ويز لوجين لوجين هذاك نتاعي اللي صنعته تحط فيه اسم اليوزر نتاعك تعمل اوكي نفس الشيء هذه كريت يوزر فور هذه بالتي اس كيو ال هذه بالكوموند كريت يوزر تاتا اسمه فور لوجين ماي لوجين شوف تو البيرميشن بروبريتي شوف البيرميشن على اللي تابل على اللي تابلو واضحه دونك تعمل بروبريتي على اليوزر تاعك سيكيورابل تعمل سيرش وتحط اول فور اكزامبل على الداتابيز الكل كي دونك تحط اول اوبجكت واضحه تطلعوا لك اللي تابل الكل كي تابل وكيك سوا تابل ولا فيو ولا اي حاجه باه نجيو توا لك البيرميشنز فور اكزامبل ننزل على الكورس الكورس فور اكزامبل نحط جراند فور اكزامبل سيليكت ولا جراند ديليت ولا حاجه هذو ملي بالنسبه اللي شفناهم بكري واضحة بكري بالكوموند وتوا بالانترفاس دونك جوج تحط كوشي بوتون تعمل اوكي باه بالنسبه للدي اس كيو ال بالنسبه للكوموند دونك تعمل يوز الداتابيز بتاعك جو سيليكت جراند سيليكت اون فور اكزامبل تابلو كورس تو اليوزر بتاعك هذيك هي العملية كما شفنا نفس الشيء معنا دونك هو هذيك هي كانت الفكرة فما سيت هذايا باهي معناتها تنجمو تشوفوه لوجينز واليوزرز واضح معناتها مفهوم نجمو تاخذوه دونك يفيدكم سينو هكا هو معناها هذاك حبيت نوريكم.